من هنا قررت القيام بهذه الرحلة البحثية بهدف التعرف على بعض الصناعات والحرف التقليدية العمانية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تستخدم في مناسبات الأعراس، لكي أجمع المعلومات من مصادرها سأحاول الالتقاء بالحرفيين أنفسهم وفي مختلف الولايات. أولى محطات رحلتي هذه كانت إلى مدينة نزوة الشهيرة بقلعتها الشهباء وسوقها التراثي العريق، عراقة هذه المدينة التي كانت عاصمة لعمان في إحدى الحقب التاريخية القديمة. في سوق المدينة كنت أبحث عن الخنجر العماني، فمدينة نزوة تشتهر بصناعة الخناجر والفضيات كما هو حال بقية المدن مثل صحم والخابورة وسناو. صناعة الخناجر حرفة عريقة ارتبطت بحياة العمانيين وبعاداتهم وتقاليدهم المتوارثة عبر الأجيال. توجد عدة أنواع من الخنجر العماني، لكل نوع خصوصيته المتفردة التي تميزه عن غيره وتبين مدى الدقة والمهارة اللازمة التي يتمتع بها صناعها المهارة. يتكون الخنجر العماني من عدة أجزاء، كل جزء منها يعتبر مكوناً أساسياً من مكونات الخنجر، وأهم هذه الأجزاء القرن، وهو رأس الخنجر، وبه يتحدد سعرها وقيمتها. وأفضل أنواع القرون ما يعرف بالزراف. من أنواع الخنجر العماني الخنجر السعيدي والخنجر الشمالي والخنجر الساحلي والصوري، ولكل من هذه الأنواع شكله وحجمه المميز، ويظهر ذلك واضحاً من خلال الرسوم والنقوش الموشى بها، وأيضاً من خلال كمية الفضة المستخدمة في التصنيع. محطتي الثانية في هذه الرحلة هي الجبل الأخضر، وذلك بهدف التعرف على صناعة تقطير ماء الورد هناك. يقع الجبل الأخضر على ارتفاع يزيد على 10,000 متر فوق سطح البحر، ويتسم بمدرجاته الزراعية وبمناخه المعتدل ومياهه الغزيرة، مما جعله بيئة مثالية لنمو العديد من الأشجار والنباتات، خاصة أشجار الفاكهة مثل الرمان والعنب والمشمش والخوخ،
إضافة لأشجار الورد التي يتميز بها الجبل الأخضر. في أواخر شهر مارس من كل عام تبدأ أزهار الورد بالتفتح ناشرة أريجها على امتداد الجبل. عندها يقوم المزارعون بحصاد هذه الورود تمهيداً لتقطيرها واستخلاص ماء الورد منها. يحرص سكان الجبل الأخضر على أن يقوموا بعملية القطف في الصباح الباكر عندما تكون الورود ندية حديثة التفتح، لأنها ما تزال تحتفظ بنسبة عالية من المياه يمكنها أن تسهل عملية التقطير وتساعد على زيادة كمية المحصول المقطر. في هذه الحقول الممتدة لا زال العديد من سكان الجبل الأخضر يعملون على تقطير ماء الورد بالأسلوب التقليدي. كيف حجمها وكذا كل شيء؟ زين، إذا يكون الحجم أكبر تأخذ حوالي كيلو ونص أو نترسها أزهار وكذا زيادة، يعني حسب البرمة. بعدين نعمل هذه السحلة في الوسط حتى عاد يتكثف، يطلع البخار ويتكثف يضرب في القرص. القرص هذا نغطيه كذا، لأن يكون هذا القرص بعد عاملين له خلق لشان السحب أو البخار لا يطلع برا. بعدين نحكمه سيدة كذا مضبوط، كل شيء نعبي القرص ماي زين. الآن عندنا خلاص حدود مع 3 ساعات كذا كل شيء، وعندنا الآن نأخذ المحصول زين، نشيل هذا القرص أول ونخليه هنا في الشان زين، بعدين نطلع السحلة من داخل البرمة نخليه نكتشف المحصول هذا. الآن جينا من المصنع والآن هذا ساخن، وعندنا نقعيه في مكان بارد وكل شيء وكذا حوالي لمدة 10 ساعات وهذا كل شيء. بعدين نروح عندنا ونصلفه في المواعين، هذه الخروس يقال خروس صيني زين، نصلف هذا الخلق لسبب يشيل الشوايب، نحن نقول عرق عود هذا الشوايب زين، ونصله يعني في هذا في الخرس زين. بعد 3 أشهر لما يكون متسكر زين وكل حاجة وسكنة الشوايب في القاع، عندنا نبتدي نسوق ونقذفه في هذه السحلة زين، ونعبيه في الغرش، فنشوفه بعد إذا هو ساكن سيدة يوضح في الغرشة، وإذا هو يكون ما ساكن نروح نسكره مرة ثانية ونخليه لمدة، يعني ناخذ منه شوية المعون لأنه يمكن سبحان الله ترس ولا شيء زيادة، ونخف حوالي 5 غرشات 6 غرشات منه، بعدين نسكر من جديد مرة ثانية وندعي حوالي مدة شهر زمان مرة ثانية، ونروح نسوقه نشوف عندنا ساكن الحمد لله رب العالمين، ممتاز جدا يعني، والعملية خاصة وعطر جميل نفس الحاجة. تمتد بنا الرحلة إلى ولاية نخل التي اشتقت اسمها من كثرة المياه وغزارتها، فهي كما يقال
تنخل المياه نخلا، وهي بلا ريب واحة جميلة تجمع بين وداعة القرية وهدوئها وحداثة المدينة وتطورها. تتميز نخل بقلعتها العريقة المقامة على كتلة صخرية ترتفع 200 متر عن سطح الأرض، وكأنها تحنو على المدينة وتحرسها، كما تتميز بالعديد من المعالم السياحية مثل عين الثوارة التي يؤمها كثير من السواح للاستشفاء والتمتع بجمال الطبيعة الخلابة. قادتني رائحة الحلوى العمانية إلى هنا لكي أتعرف على عملية صناعة الحلوى والأنواع المختلفة كالسوداء والبيضاء والصفراء والمزعفرة. كل صباح يقوم هذا الرجل بالتجهيز وتحضير كميات محددة من العناصر والمكونات الغذائية لاستخدامها في إعداد أنواع مختلفة من الحلوى العمانية. يبدأ أولاً بتفحص الموقد للتأكد من قوة اشتعال الحطب، وهو بذلك يحدد كمية الحرارة اللازمة لصناعة الحلوى، فكل نوع تناسبه درجة حرارة معينة، ويفضل صانع الحلوى استخدام الحطب، خاصة حطب أشجار السمر، نظراً لجودته ولطول فترة صلاحية الحلوى المطبوخة عليه. تتكون الحلوى العمانية من النشا والسكر الأبيض والسكر الأحمر وعسل السكر والزعفران والهيل والمكسرات كالجوز واللوز، إضافة لماء الورد الجبلي. يتم خلط هذه المكونات معا وفق نسب محددة على حسب نوع الحلوى المراد صناعتها. الآن نحط النشا، طبعا المرحلة الثانية الآن نحط له السمن بس كمية بسيطة، 4-5 ملاعق كبار. نحط المكسرات الجوز، الآن نوضع الهيل، بعد الهيل نعطيهم 5 سنين، نضع الزعفران والماء ورد الجبلي، الزعفران مزود مع الماء ورد. نعطيه مرة ثانية، حطيت مازج الهيل مع الماء ورد مع الحلوى، الماء ورد الجبلي، ياخذ فترة 5 دقائق. نعطيه السمن، ينشف الماء ورد. خذ ايوه، بعد في السمن نشف السمن. الان الحلوى جاهزه، بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع عدد هذا. الان اخر مرحله تتوزع، اخر حاجه نزيد الجوز
علشان النوعية هذا نوعية ممتازة. بعد الانتهاء من صناعة الحلوى تزين باللوز لتأخذ شكلاً محبباً، وأحياناً تتم كتابة بعض العبارات الخاصة بالتهاني والتبريكات وباستخدام اللوز أيضاً، فالحلوى رفيقة المائدة العمانية في أفراحها ومناسباتها الجميلة. نحن الآن في ولاية بهلة بالمنطقة الداخلية. تشتهر هذه الولاية بالعديد من الآثار التاريخية القديمة، ومنها القلعة التي يعود تاريخ بنائها إلى فترة ما قبل الإسلام، وقد أدرجت ضمن قائمة التراث العالمي نظراً لأهميتها التاريخية. ولاية بهلة كغيرها من الولايات العمانية تشتهر بالعديد من الحرف والصناعات التقليدية، ومنها صناعة المناديس العمانية. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ سيف طيب، حياك الله. الحمد لله بخير وعافية، الله يسلمك. يبدأ الحرفي بأخذ القياسات وقطع الخشب بناءً على نوع المندوس وحجمه والذي يحدده المستهلك. المندوس صندوق خشبي متقن الصناعة والتركيب، يزين ويزركش بالنجوم والصفائح النحاسية. استخدم قديماً كقطعة أثاث مهمة في البيت تحفظ فيه الأمتعة الثمينة. يعتبر المندوس جزءاً أساسياً في العرس العماني التقليدي، إذ يقدم كهدية للعروس تضع فيها أمتعتها وأغراضها الخاصة. نصل الآن إلى مدينة سور الساحلية الواقعة على بحر العرب. وسور مدينة تستمد شهرتها من ارتباط سكانها بالبحر وتميزهم بصناعة السفن والإبحار بها إلى العديد من الشعوب والحضارات. يمارس البحارة في أسفارهم الطويلة مجموعة من الفنون البحرية التقليدية بمصاحبة إيقاعات الطبول. تتعدد في صور صناعة الطبول وأشكالها،
وقد انتشرت إيقاعاتها لتضبط فنوناً أخرى مغناة تمارس في المناسبات الاجتماعية وخاصة الأعراس. نحن نبتدي في أول خطوة لكسوت الطبل طبعاً. خطوات الصناعة، احنا نجيب طبقة الطبل مثلاً خالية بدون شيء. بعد ما نجيبها خالية أنا براويكم الطبل كيف، يعني من بدايته قبل لا نحط عليه الجلد، وقبل هذه الطبول موجودة. يعني أنا عندي هذا الطبل يكون بهذه الطريقة، يعني جاب خشبة محفورة جاهزة قبل لا يركب له شيء بهذه الطريقة. تقدر تشوفها من فوق، يعني خشبة جاهزة مسوي لها الحبل هذا علشان العلاج، بعد إنه بعد ما الجهاز يكون يعلق ثم يركب للحبال، وبعد يومين ثلاثة أيام يكون الطبل مر على وشك الانتهاء وجاهز للعمل وجاهز لكل شيء. المحاني يابسة والجلد يابس والحبال مشدودة وكل الموضوع تمام. يعني هذه عن عملية جهاز الطبل. راويناكم الطبل هو كان بدون يركب للجلد، والآن الطبل بهذه الطريقة مركب للجلد مركب للحبل. كيف عمل يعني وإيش سبب إنه يكون يستوي الآن؟ الطبل شغال في جميع الجوانب. وانتهي لمرحلة الثالثة علشان يكون الإيقاع جاهز للعمل. وهناك باقي مرحلة ثالثة اللي حنعملها الآن إن شاء الله. ثم يسوى له هذه الخيوط هنا، يعني تسمى عراجي باللغة المحلية العمانية يسموه عراجي، عشان اللي يشدوه به الطبل كذا علشان يصدر من الصوت، يطلع من الصوت مختلف. هنا في محافظة ظفار يختلف المشهد كثيرا. خضرة ممتدة بامتداد البصر، وأودية جارية، وعيون فياضة، خاصة في فصل الخريف الذي يمتد من شهر يونيو إلى أواخر سبتمبر من كل عام. هذا الطقس البديع أدى إلى نمو العديد من الأشجار والنباتات العطرية، ومنها اللبان. كان اللبان قديماً سلعة اقتصادية هامة، يصدر إلى الهند وبلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، وقد استخدمته تلك الحضارات في المعابد الدينية والمناسبات الاجتماعية. ينمو اللبان بشكل طبيعي، وتجود أشجاره في المناخ الرطب والتربة الكلسية. تجرح شجرة اللبان في مواضع معينة ليسيل منها سائل أبيض يترك ليجف مكوناً فصوص اللبان. للبان عدة أنواع، أجودها الحوجري الذي تنمو أشجاره في منطقة حوجر قرب جبل سمحان، ويتميز بلونه الأبيض المائل للزرقة. يدخل اللبان في صناعة البخور والعطور، كما يمكن استخدامه دون أي إضافات نظراً لرائحته العطرية الزكية.
تعد صناعة البخور بالطرق التقليدية القديمة إحدى سمات محافظة ظفار، لذلك يحرص السواح عند زيارتهم هنا على انتقاء أجود أنواع البخور التي تذكرهم بجمال الطبيعة في ظفار. ينقسم البخور إلى نوعين، السائل ويصنع بنقع خشب العود في مجموعة مختارة من العطور لمدة معينة، وكلما زادت مدة النقع زادت جودة البخور. النوع الآخر جاف، ويتم إعداده بخلط مجموعة من العطور دون نقعها، ويمكن تمييز جودة كل نوع بنثر قليل من البخور على جمر المبخر ليعطر المكان برائحته الزكية. تلقى صناعة البخور رواجاً كبيراً في محافظة ظفار، ويتم تسويقه عبر العديد من المحلات التجارية المتخصصة في هذه الصناعة. صناعة البخور تتركز على نوعية العود ونوعية العطر الذي هو يتميز ويتمازج مع النوع اللي هو يعني مختص بنفس العود اللي هو موجود. هذا نوع من البخور اللي هو عود خالص، يعني العود هذا له تقريبا أكثر من شهر خمرته في العطر. إيش العطر اللي خمرته فيه؟ في العطر المخلط، يقبلون له مخلط. هذا الحين نبتدي نحط عليه باقي المكونات اللي يحتاجها. هذا الصندل الأصلي، الحين بنشوف المقاييس مال العطر اللي بنصبه. هذا المخلط ويعني من أجود العطور. عطر الورد، الحين بنعمل حاجة ثانية. حاجة ثانية وكونها من العود هذا اللي يقولوا ثابت، هذا نقول لها نحن مشحمة. هذا الحين ثابت ومن أحلى يعني البخور، فهمت كيف؟ نحطه على النار نذوبه، بعد ما ذوبناه نحطه فيه من هذا ونحطه على النار ثاني مرة ويصب عليه هذا المسك. زين، بعد ما نخلص يعني من العملية مال الخليط والطحين وهذه الأشياء، يعني نعبيه في عبوات مثل هذا وأصغر وأكبر يعني على حسب طلب المشتري. الحين هذا اللي أنا بعبيه هنا بقول لك هذا عطر العود، هذا بخور العود. تلك الرحلة التي زرنا فيها بعض الولايات والمناطق كانت بهدف التحضير لهذا العرس، حيث ترتبط تلك الحرف بالعادات الخاصة بالأعراس التقليدية لتحقق سنة الحياة من الزواج بإضافة أسرة جديدة إلى لبنات المجتمع لتسود البهجة وتعم الأفراح.